بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيديو طبيعي، يعني ما هو مشروط ولا هو مدفوع الأجر ولا هو تمثيل، إتس واقع فعلا. أنا جيت إسطنبول، كان عندي اجتماع وكنت مرتب مع الأخ فكرت وهي ليد مي ثرو شوية بروجكتات هنا، وفي الأخير أنا اخترت البروجكت، الشركة اللي أنا ماني حافظ اسمها، وات ذا نيم أوف ذا كمباني، أفانغارد إسطنبول. بروجكت جميل في منطقة اسمها مسلك. طبعا في ناس تفضل الأماكن البعيدة شوي عن إسطنبول، أنا كنت أفضل أن أنا أكون قريب من الداون تاون. طبعا كل شيء له ضريبة سعر أكيد لما تكون قريب من الداون تاون، غير لما تكون بعيد عن الداون تاون. الحقيقة فكرة والجروب الإخوان اللي هم في شركة أفانغارد كانوا جدا متعاونين. أشكر فكرة تحديدا، لأنه الحقيقة الراجل للأمانة ضحى بجزء من الكوميشن حقه علشان يرضيني، which is typical الناس الشطار المفروض انهم